فريق عمل البرنامج رحنا لمحكمة الأسرة ورصدنا عدد من المشاكل. إيه اللي بيخلي الزوجة تروح المحكمة وتشتكي زوجها؟ عندنا حالات كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا، من بينها حالة الست خضرة. الست خضرة راحت المحكمة تشتكي من زوجها، يا ترى اشتكت ايه وقالت ايه وايه مشكلتها؟ ده اللي هنشوفه وراجعين مكملين مع حضراتكم برنامجكم هتجوز. كنا متجوزين وعايشين عادي ومفيش اي مشاكل بينا، ومعايا انجبت منه لما رجعت له، انا جبت منه كمان طفلين غير البنت الاولانيه، وفي الاخر من غير مناسبه من غير مقدمات انا بشطب في الشقه بتاعتي انقل فيها، فوجئت ان هو راح، كنت سالفه فلوس اشطب بيها الشقه، راح واخدها ومشي والتليفوناته اتقفلت. حاولت عن طريق اخواته عن طريق اهله ان انا اتكلم معاه، ما فيش، عن طريق السواقين بتوعه ما فيش. فلجأت المحكمة أنا، بس لا لسه ما فيش أي حاجة. وبعدين كان في عربيات بتاعتنا بتاعت اخواتي من دم، هو واخدها مشغلة واخدها وكان مشغلة لغاية فترة قريبة، مش عايز يجيبها خفيها، ومش بيجي ولا يجيب لهم فلوس ولا بيصرف علينا، وناكر بقى ان هو اللي انت طالبه بيه اللي عايزاه، يعني يبقى فيه مثلا عدالة سريعة بالذات لمنافها. رجعنا لحضراتكم، واكيد طبعا حضراتكم شفتوا مشكلة الست خضرة اللي يعني جوزها عمل فيها حاجات غريبة جدا، حاجات تغضب ربنا سبحانه وتعالى، حاجات طبعا بعيدة عن الرجولة، حاجات بعيدة عن الأخلاق. يا جماعة لسه قايل لكم حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. طبعا الست خضرة واجهت مشكلة كبيرة جدا، جوزها طبعا خد فلوسها، سرق فلوسها كلها واختفى وقفل كل تليفوناته وخد 3 عربيات من أهلها، وطبعا بتدور عليه مش لاقياه، راحت رفعت عليه قضية خلع وقضية نفقة الأول وبعدين قضية خلع. يعني إيه اللي خلى، طبعا هي المفروض كان المفروض الأول قبل ما تتجوزوا كانوا يسألوا أهلها، المفروض يسألوا عليه، وزي ما قلنا جواز رق، ودايما يقول لك قبل ما تناسب، لسه عاملين موضوع بهذا الشكل، قبل ما تناسب حاسب. يعني المفروض ان احنا يعني نتقي ربنا سبحانه وتعالى في زوجاتنا، بقى انت بدل ما تصرف عليها تاخد فلوسها وفلوس اهلها وعربيات من اهلها وموبايلاتها وحاجتها كلها وتختفي وتدور عليك مش لاقياك، طب فين الرجولة بقى؟ فين الاخلاق؟ يا اخي ده الزواج زي ما علمنا القرآن العظيم تحت عنوان كده، امساك بمعروف او تسريح باحسان. بقول تاني وتالت ورابع يا جماعة، امساك بمعروف، يا تعيش معاها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يا انت مش مستريح مش مبسوط مضايقاك خانقاك مزعلاك، اصبر عليها على قد ما ربنا يقدرك. ما قدرتش تصبر ولا تتحمل يبقى تفضلي ادي حقك وتنتهي المسألة عند هذا الحد. لكن ان يصل الامر لمرحلتنا خلاص وصلتها حضرتك انها تروح الا المحكمة لانك ضحكت عليها وخدت طبعا فلوسها وخدت فلوس اهلها، طب انت هتقول ربنا ايه سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ده انت بدل ما تبقى سندها وعضدها وتقف جنبها وترعاها، وشوفوا حضراتكم بتبكي وهي تتكلم، يعني ما كانش نفسها انها تروح محكمة المحكمة، لكن هي اضطرت لذلك اضطرارا، لان عندها اولاد وعندها ظروف وعايزة تصرف على اولادها. فيا جماعة مهم جدا احنا لازم نتقي ربنا سبحانه وتعالى، ولازم نعرف حاجة مهمة جدا، عند الله تجتمع الخصوم، ولازم نعرف حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لنا فيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.